طب تعالى هاخدك على إعلام باراجواي، تسمع عنه؟ طيب، إعلام باراجواي متعلق بأنه الإخوان جماعة إرهابية تهدد الأمن والاستقرار الدوليين. إعلان باراجواي أمريكا اللاتينية، إيه ده؟ طيب سؤال بقى، هل سوف يبدأ العالم في حصار لجماعة الإخوان؟ هل سوف يبدأ العالم في محاربة هذا الشكل من المجموعات أو التنظيمات الإرهابية؟ طيب خلينا هنا نسأل الخبير والباحث الكبير والمتميز في شؤون الجماعات الإرهابية أستاذ ماهر فرغلي، زي ما كان ضيفنا كده يوم الأربعاء اللي فات، نشرف ونسعد بأن احنا نستضيفه عبر التليفون. ازيك يا أستاذ ماهر؟ بسعد دايما بيك يا صديقي العزيز. يا ربنا يخليك يا رب، الله يحفظك. كلمتني لما كنا يوم الأربعاء وإحنا قاعدين على الهواء على هذا الإعلان المرتقب، بس فهمه لنا أكتر يا أستاذ ماهر. أنا تكلمت مع حضرتك على البرازيل وعلى أمريكا اللاتينية، وقلت لك إن هي مصدر ومركز وتموضع لجماعة الإخوان المسلمين وللهاربين من الإخوان المسلمين ولتنظيم القاعدة وداعش. صحيح. ومتوقع أن دول كثيرة تعلن الإخوان إرهابية، لأن الإخوان هي اللي هناك بتقدم الحماية عبر مؤسساتها للجماعات الإرهابية زي القاعدة وداعش. وأدي باراجواي بدأت ده. وليه بدأت ده باراجواي؟ لأن الإخوان المسلمين هناك على المثلث الحدودي في مدينة إنكارناسيون اللي هي بتبعد 370 كيلومتر عن العاصمة سونسيون، ده مثلث حدودي هناك بتتلاقى فيه باراجواي والبرازيل والأرجنتين، وفي كل أنواع التجارة الممنوعة والمخدرات وتبييض الأموال وتهريب السلاح. وثبت أن جماعة الإخوان بتحمي تنظيم القاعدة وداعش هناك، وبتأوي هذه العناصر الإرهابية الخطرة وتشغلها في مؤسساتها وفي الحلال وفي تجارة الحلال وما شابه. باراجواي أستاذ يوسف الإخوان دخلوا فيها من عام 87، وعملوا فيها حاجة اسمها المركز الخيري الثقافي تحت حجة الثقافة والأعمال الخيرية. أنشأوا مركز إسلامي، وكان عينوا بعض الأئمة أغلبهم من سوريا ولبنان، اللي هو أمين الكرم، أحمد المحيري، محمد حسان عجاج، فادي ابن أحمد الجعفراوي ده إخواني السروري، وعلي عبدوني طبعا ده اللي هو مدير أو زعيم أو قائد الإخوان في أمريكا اللاتينية كلها، ومعاه المساعد بتاعه جهاد حمادة ده من سوريا. احنا بتتكلم عن جماعة متموضعة بتحمي الإرهاب وبتحمي الجماعات الأخرى الإرهابية كمان، وهتلاقي شخصيات إرهابية مطلوبة يعني زي ياسر ومحمود محمود الحاج، وهتلاقي كمان نقلوا عناصر، وهتسمع الاسم ده كتير الايام الجايه يا استاذ يوسف، اللي هو جزيره مارغريتا، وهي دي جزيره تتبع لفنزويلا، ودي للاسف اصبحت المركز الرئيسي لتنظيم قاعده وداعش في امريكا اللاتينيه كلها. شخصيات محمد احمد ابو عرابي والحاج يحيى جمعه وغيرهم من الشخصيات. الغريب وللأسف أن الإخوان عملت مؤسسات مدعومة من التنظيم الدولي هناك، زي مثلا عمل حاجة اسمها هيئة كبار العلماء، مؤسسة منهاج، مؤسسة ضياء، مؤسسات تعليمية ودينية، وللأسف بيستقطبوا من خلالها الأئمة والعناصر الإرهابية، وعاملين دلوقتي تجارة موبيليا ومجازر ولحوم وغيرها هناك، والعناصر الهاربة من العالم كله بل من سوريا كمان بتذهب إلى أمريكا اللاتينية. إعلان باراجواي ده بداية، لأن عندنا مراكز للإرهاب حاليا ومراكز للإخوان، بيرو، فنزويلا، باراجواي، الأرجنتين، البرازيل، دي مراكز للأسف بتنتشر فيها العناصر الهاربة من كل أنحاء العالم. طب أستاذ ماهر، هل في أي علاقة بتربط ما بين الإخوان وتنظيماتهم أو حتى القاعدة أو داعش بعصابات الجريمة المنظمة اللي موجودة هناك؟ في عنصر من العناصر دي مقبوض عليه في البرازيل، كان هو اللي بينقل السلاح لسوريا، وفي ذات الوقت لقيوا في الشحنة معاه مخدرات، وهذا العنصر لازال تحت التحيات
وهناك عناصر برضو مقبوض عليها في البرازيل تبين ان هي كانت بتخطط للقيام بعمليه ارهابيه. ورغم الغريب جدا ان هذه العناصر كانت بتعمل في المؤسسات الاخوانيه واما في المساجد الاخوانيه. والغريب كذلك ان دوله البرازيل بتعطي الجميع الحريه هناك، وللاسف هم ايضا يستخدموا هذه الحريه بطريقه خاطئه وغريبه جدا. هناك تنافس حاد جدا ما بين مؤسسات إخوانية ومؤسسات أخرى تابعة للقاعدة وداعش موجودة وتنسق معا بطريقة سرية وطريقة غريبة جدا داخل المراكز الإسلامية الموجودة للأسف في البرازيل أو في الباراغواي، لأن البرازيل هي فيها رئيس التنظيم الدولي في أمريكا اللاتينية وهي المركز اللي بيدير كل أعمال الإخوان المسلمين في أمريكا اللاتينية. شكرا جدا يا أستاذ ماهر، ودمت لنا كده زي ما بيتقال، وإلى أن نلتقي.